إنجيل باكر من مزامير أبينا داود النبي، أمسكت بيد اليمنى وبمشورتك هديتني وبالمجد قبلتني، وأنا خير لي الالتصاق بالله وأن أجعل على الرب اتكالي، لأخبر بكل تسابيحك في أبواب ابنة صهيون. هللويا. من إنجيل معلمنا يوحنا البشير: بهذا أوصيتكم حتى تحبوا بعضكم بعضا، إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني من قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. اذكروا الكلام الذي قلته لكم: ليس عبد أعظم من سيده. إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم، وإن كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم، لكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية، وأما الآن فليس لهم حجة في خطيتهم. الذي يبغضني يبغض أبي أيضا. لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا التي لم يعملها أحد آخر لم تكن لهم خطية، وأما الآن فقد رأوني وأبغضوني أنا وأبي. لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم: إنهم أبغضوني بلا سبب، والمجد لله.